هل رفعنا سقف الرواتب في الشركة وما زال أداء ضعيفاً؟ أو هناك مشكلة في العلاقات بين الزملاء في العمل؟ هل يوجد لدينا فريق غير متماسك ويعاني من بعض المشاكل؟ تقدم شركتنا Isle of Innovation والتي تأسست في لندن عام 2016 مجموعة من الحلول في مجال التدريب والكوتشينج والاستشارات. نساعد عملائنا في تدريب وتطوير أهم الموارد لديهم وهي الموارد البشرية. ومن خلال خبرتي في مجال المبيعات، مبيعات تكنولوجيا المعلومات، تعرفت على كيفية التعامل مع العميل، وقد وضعتني خبرتي في تحدي مباشر في معرفة كيفية طرح السؤال ومعرفة كيفية التعامل مع أنماط مختلفة من الأشخاص. يوجد في بيئة العمل أنماطا مختلفة من الأشخاص، ولا بد من معرفة كيفية بناء الثقة وكيفية علاج الخلاف غير الصحي وتحويله إلى علاج صحي، ولا بد من معرفة أولويات الأشخاص والزملاء في العمل لمعرفة كيفية التعامل معهم. لا يمكن أن تنجح الشركة بدون وجود شعور بالمسؤولية والالتزام من قبل جميع الموظفين. شركتنا Isle of Innovation شريك مفوض لشركة Everything Disk. Everything Disk تقوم على أساس Psychometric Assessment. Everything Disk هي أفضل باقة من حلول التدريب والتي تعتمد على نظرية ديسك في تحليل وشرح السلوك. Everything Disk تساعد الموارد البشرية في كافة قطاعات الشركة على فهم أنفسهم وفهم الآخرين، وذلك من خلال إنشاء لغة مشتركة ترفع من فعالية التواصل وأداء الفريق. Everything Disk تقوي العلاقات مما يساعد على رفع الإنتاجية نحو بيئة عمل أفضل. شركة Isle of Innovation هي شريك أيضاً لبرنامج The Five Behaviors of a Cohesive Team، السلوكيات الخمس لفريق متماسك. يقوم هذا البرنامج على أساس تطوير أداء وإنتاجية الفريق. إنه برنامج تطوير الفريق يقوم على أساس Everything Disk Assessment أو على أساس Myers-Briggs Assessment. يهدف البرنامج إلى رفع أداء وفعالية الفريق. السلوكيات الخمس هي الثقة، الخلاف، الالتزام، المسؤولية، وأخيراً النتائج. في الفيديو القادم نقدم تفاصيل أكثر عن Everything Disk و 5 Behaviors بالإضافة إلى الحلول الأخرى التي نقدمها، منها Hathaway International تدريب في مجال المبيعات Spin Selling وتدريب في مجال المفاوضات VBA Negotiation، بالإضافة إلى دورات في مجال الكوتشينج، كوتشينج في البزنس، كوتشينج في العمل، كوتشينج في الحياة، وتدريب المدرب في مجال الكوتشينج، بالإضافة إلى برامج تدريب في البروتوكول والإتيكيت، وأخيراً لدينا برامج Soft Skills Training داخل لندن. نقدم جميع البرامج وجميع الحلول أونلاين أو في لندن أو حيثما كنتم. شكراً لكم.